في مواجهة نادي الهلال السعودي. أتمنى بأن تكون المباراة على قدر الحدث وأن تلبي كل الرغبات وأن تكون بقيمة ومكانة الفريقين. انطلاقة المباراة بأقدام لاعبي الريال. ماركينيوس، ماسكيرانو، بتروح إلى لوكا. شوف المساندة، فريمبونغ، تتحول الكرة إلى رمية تماس. زيكو، ديفيد جينيولا، كلارنس سيدورف، كرة تصل إلى فودن. ألا مع فودن، كرة بتصل إلى سيدورف. الكرة بتضيع من جانب الهلال. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. فيل فودن، فريمبونغ، يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. لوكا مودريتش، الهلال يفقد الكرة. فولر، ريكي بويك، زيكو، ريكي بويك، كرة مع سيدورف. هكذا تكون الانطلاقة نحو الثلث الهجومي. رودي فولر، الله على هذا الهدف، أي مهارة، أي روعة، أي إلهاء، أي إسقاط هنا. نشوف الهدف من جديد ونشوف الكرة العرضية الجميلة ونشوف الآن مسافة قريبة من المرمى، فرصة لا يمكن إهدارها بالتأكيد، استغلال رائع وهدف جميل في هذه اللحظات. فولر، كرة مع سيدورف. كرة تصل لسيدورف. ريكي بويك، ماسكيرانو بيتدخل ويبعد الكرة. ريكي بويك، فريمبونغ. شوط أول ينتهي ونتجه الآن لاستراحة ما بين الشوطين. الفريق الآن يقوم بثلاثة تغييرات دفعة واحدة. الهلال يعلن عن انطلاقة الشوط الثاني. لوكا مودريتش، ديفيد جينيولا، زيكو، ريكي بويك، رودي فولر، ماسكيرانو بيتدخل ويبعد الكرة. فريمبونغ، الضغط العالي ينجح مشاهدينا، استعادة للكرة هنا. فييرا، ماسكيرانو، سيرجيو راموس، إيرلينغ هالاند. يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. الله على كرة خادعة لحارس المرمى، مهارة عالية في الكرات الثابتة. شوف من جديد هذه اللقطة، شوف كيف سدد الكرة الحرة من مسافة بعيدة. لم أكن أتوقع بأن يسددها مباشرة على المرمى، لكن صاحب القرار، أي تنفيذ وأي براعة. شوف اللقطة اللي كان بإمكان الحارس أن يحاول عليها بشكل أفضل. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. أليسون، زيكو، كرة عند جينيولا، فولر، كرة بتتخلص وتبعد بمبدأ الأمان، خرجت وتحولت إلى ضربة مرمى.
فريمبونغ تصل كلارنس سيدورف. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. تدخل بكل قوة. الإثارة لا تتوقف، لا تنتهي حتى مع اقتراب النهاية. استمع إلى صوت الجماهير يحاولون دفع فريقهم لخطف الفوز في هذه اللقطات. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. كرة عند جينيولا. ديفيد جينيولا. الحارس يتصدى بكل هدوء لهذه الكرة. تصل كلارنس سيدورف. رودي فولر. مستحيل، كرة التقدم في آخر اللحظات، كرة لا يمكن بعدها للخصم أن يعود. هستيريا، جنون في الملعب. الله على هذا السيناريو. والآن تأتيني الإعادة لتعيد الإثارة وتعيد الدراما وتعيد الآهات في اللحظات الأخيرة. أي هدف وأي توقيت وأي تقدم وأي فوز في الطريق من هذا الهدف. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. الكرة تتهادى. هذه هي صافرة النهاية. ريال مدريد